بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. النهاردة هشرح لحضراتكم تكاية بسيطة في برنامج الواتساب، وبالاخص الواتساب ويب، اللي هو انا لما اكون رابط الموبايل بتاعي بالكمبيوتر، لو انا عندي كمية صور كتير جيالي وعايز احملهم مرة واحدة، هل ينفع ولا لازم اقعد احمل صورة صورة؟ هوريك النهاردة ازاي تقدر تحمل الصور كلها بضغطة واحدة. تابع معايا. طبعا الموضوع عشان نجيبه من البداية، الواتساب ويب دي خدمة بيقدمها برنامج الواتساب، اللي هو ان انا اربط برنامج الواتساب بتاعي بالكمبيوتر ويعرض لي نفس الموجود على الموبايل. الموضوع باختصار هندخل على جوجل وبنكتب واتساب ويب، واتساب ويب، وبندخل على اول اختيار او واتساب ويب. بيجي عندي باركود كده، الباركود ده بعمل له سكان عن طريق برنامج الواتساب. هظهر لحضراتكم صور دلوقتي الشرح. بندخل في برنامج الواتساب عندنا على الموبايل، بيكون في ثلاث نقط من فوق بنضغط عليهم وبنختار الاختيار اللي هو الأجهزة المرتبطة، وبنضغط على كلمة ربط جهاز. هنلاقي اوتوماتيك فتح معايا الكاميرا، وبنعمل اسكان للباركود ده بيبدأ يحمل معايا. بالفعل اهو حمل كده، كأن انا فاتح الواتساب من الموبايل، اقدر اتعامل من الكمبيوتر زي الموبايل بالظبط. الحاجة اللي انا اشرحها النهاردة، ان انا لو عندي كمية صور زي كده 16 صورة مثلا، هل انا في امكان ان انا احمل ال 16 صورة دول كلهم بضغطة واحدة، ولا انا لازم ادخل على الصورة واحدة واحدة واعمل لها داونلود او تنزيل وهكذا اللي بعديها، وافضل ايه واحمل اهو. يعني عندي هنا دي الصورة الرابعة من ال 16، دي الصورة الخامسة، دي الصورة السادسة، دي الصورة السابعة، دي الصورة الثامنة، وهكذا، وابدأ كل واحدة اعملها تنزيل. طب ما ينفعش ان انا احملهم كلهم مرة واحدة؟ ينفع. باختصار شايف حضرتك هنطلع عند الثلاث نقط اللي من فوق، تمام؟ هنضغط عليها وهنضغط على كلمة تحديد الرسائل، تمام؟ هنلاقي فيه من الجنب كده ظهر مربع، هنختار، هندي علامة صح قدام الصورة اللي احنا عايزين. يعني ممكن اختار المجموعة دي واختار كمان معاها المجموعة دي وهكذا، اختار جميع الصور اللي انا عايز انزلها، تمام؟ وهنيجي هنا تحت عند علامة السهم ده اللي احنا لو وقفنا عليه هيقول لنا تنزيل او داونلود. بمجرد ما بنضغط عليه بيبدأ يحمل معايا ملف مضغوط في الصور ده. طيب الملف المضغوط ده بينزل فين؟ بينزل عندنا في الداونلود اهو. ادي الملف المضغوط، ودي الصورة اللي احنا نزلناها لوحدها. بنيجي هنا نعمل له استخراج، كليك يمين، وهنختار اكستراكير، يعني استخرج هنا، تمام؟ هو طبعا لقي صورة، بيقول الصورة دي موجودة في المجموعة اللي انا كنت عملت قدام حضراتكم تنزيل الصورة. هقول له يس، مفيش مشكلة، دلوقتي هيطلع لي كل الصور. يبقى انا دلوقتي قدرت احمل مجموعة الصور كلها بضغطة واحدة. دي سر من اسرار الواتساب ويب. اتمنى اكون قدرت افيد حضراتكم، ولو اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يتفضل يكتبه في اسفل الفيديو، وباذن الله انا برد على جميع التعليقات. سعدت بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.